زال المتظاهرون الثائرون متواجدون على حائط الصد في ساحة الخلاني بعد انسحابهم من ساحة الخلاني وجزر السند، بعد قدوم قوات الشغب وبالاشتراك مع قوات الفرقة داعش. أحد المتظاهرين الأخ أبو عبد الله، إذا أمكن بس احكي لنا شنو اللي صار بالضبط، يعني اليوم الصبح والهسه اللي صار، يعني بالضبط شنو اللي... يعني هي مظاهرتنا سلمية، احنا ندعي للسلمية سلمية. نعم. الشغب طبوا علينا واحتقلوا من الشباب وضربوهم زين. نعم. يعني هي بدت من يومهم احنا سلميين. نعم. زين. نعم. احنا جينا نحيي الوطن من هذول الاحزاب الفاسدة زين. نعم. احنا عندنا علم العراق بس، يعني ما شغل غير علم العراق. صحيح. وضربوا لنا قنابل وسيد دموع صجم. صحيح. سقطوا من عندنا وقضوا جماعة وقتلوهم بالتونكي، يعني صحيح. احنا يعني هم بدوا بينا احنا بدينا بيهم. نعم. هم الشغب هم بدوا بيهم. شيء ثاني، هاي ثورتنا العراقية جاي نحيي العراق من هذول الاحزاب الفاسدة. بالضبط. احنا ما جايين ولا شغلتنا عادل عبد المهدي ولا محمد توفيق علاوي ولا هالكتل السياسية. احنا هدفنا الكتل السياسية كلها، الكتل السياسية هي جدي اخذت من الشعب العراقي 16 سنة ما حققوا انتاج، يعني كيف الشعب العراقي، هل واحد من الكتل السياسية يقدر يسكت هذا الجمهور؟ ما يقدر الا كلمة الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفيديو بتاريخ 6/3/2020 في تمام الساعة 4:15 من توقيت بغداد. هجوم عنيف لقوات مكافحة الشغب على المتظاهرين السلميين بوسط بنادق الصيد والكسريات والمصايد وبوسط الدعاب بوسط المصايد. اخوان احنا اجتمعنا اليوم لان شعبنا ده يموت، لازم نسد الحدود. من يسوي وياي؟ بارك الله بكم اخوان. الشعب سد الحدود تسن وتذكرون فضليان طحين البديلة من فضلهم، مناصبنا جاهنا كله من ايران. من يصوت انه مثل سد الحدود اخوان؟ يسر اخوان شعبنا ده يموت. يسر اخوان شعبنا ده يموت. اخوان جرسة باطل ما يصير. بعدين يا شنو؟ شوية بخور على تشمص ثوب وبصل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيره على الارقام الظاهره اسفل الشاشه. اليوم اريد ابدي احد الزملاء الصحفيين تحدث معنا اليوم وقال بانه ذهب الى مطار بغداد من اجل التغطيه حول الاجراءات المتبعه في المطار من قبل الجهات المختصه حول فيروس كورونا. قال طبعا احنا واقفين ننتظر شلون تصير الاجراءات، قال واقفين اللجان الطبيه، قال نزلت الطياره من ايران، هذا الكلام قبل يومين او ثلاثه بالتحديد من مدينه مشهد، قال نزلوا المسافرين وتم فحصهم، قال قدام عيني شفت كم حاله درجه حرارتهم غير طبيعيه، قال اكتفت اللجان الطبيه انه تعطي ورقه وقلم يا بسجلنا اسمك ورقمك والعنوان اللي انت ساكن به او الفندق اللي قاعد به. يقول يذكر انه القلم الطاهية بايد هذا اللي هو احتمال كبير انه مصاب بهذا الفيروس، رجع له القلم ونفس الورقة واخذها هذا المختص او اللجنة الطبية اخذتها ورجعتها بنفس المكان. فهذه الاجراءات المتبعة في مطار بغداد الدولي، وهناك حالات تم يعني سألهم هو هذا الصحفي اكتشفتوا حالات جت من إيران؟ قال له نعم، احنا البارحة حالتين حجرنا عليهم والجماعة مصرين على إبقاء الرحلات الجوية مع إيران مفتوحة. طبعا يصير حديث انه تم إغلاق حركة المسافرين وإلى آخره، ولكن نسمع بين الحين والآخر بأن هناك طائرات قادمة وذاهبة إلى إيران والرحلات الجوية مستمرة. عدا عن ذلك أنه اليوم حديث في كردستان العراق أنه وصول 500 إيراني عن طريق التهريب، هذا هم موضوع آخر. يقول لك الجماعة على المنافذ دا يأخذون رشوة ويدخلون مسافرين إيرانيين، الجماعة ما ماخذين الموضوع على محمل الجد. احنا شفنا المقطع قبل قليل كيف ذول الشباب من محافظة بابل مثلوا هذا
المشهد بطريقة السخرية حول الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة ومن قبل الجهات المختصة. فالموضوع احنا ما نريد نهول الموضوع، ولكن الوقاية خير من العلاج. لازم تكون الحكومة واللجان المختصة وزارة الصحة على قدر كبير من المسؤولية حول هذا الأمر. الأمر يعني دول عظمى ودول كبرى ولها يعني القطاع الصحي يشار له بالبنان في هذه البلدان، واتخذت إجراءات صارمة لحركة المسافرين. فيجب أن يعني ركز، يجب أن يكون هناك وعي حقيقي حول هذا الموضوع. احنا دا نشوف اليوم مدن ونشوف دول يعني حتى ألغت رحلاتها مع دول أخرى. يعني كثير من الدول ألغت رحلاتها مثلا مع إيطاليا، إيطاليا دولة أوروبية عندها قطاع صحي، ألغت رحلاتها مع كوريا الجنوبية، ألغت رحلاتها مع الصين حفاظا على أمن وسلامة مواطنيها، والجماعة بالعراق فاتحين الحدود على إيران وكأنه شيء لم يحدث. الإجراءات الطبية مضحكة جدا في مطار بغداد الدولي. إذا هذا كان الحال في مطار بغداد، فكيف الحال في المطارات الأخرى، كان في النجف أو البصرة أو المطارات الأخرى. اليوم أعزائي المشاهدين استشهد متظاهر وأصيب 17 آخرين في العاصمة بغداد جراء استخدام القوات الحكومية بنادق الصيد والرصاص الحي. أحدهم فتى كان بحالة حرجة، وبعد ذلك استشهد عمره 15 سنة، سقط بالقرب من ساحة الخلاني وسط بغداد. طبعا اليوم تجددت التظاهرات في العاصمة بغداد ومدن جنوب وسط البلاد. القوات الحكومية وقوات مكافحة الشغب ووحدات من الشرطة تقدمت باتجاه مناطق المتظاهرين، أطلقت الرصاص الحي، أطلقت بنادق الصيد، استخدمت بنادق الصيد اللي تحوي على يعني كريات أو كرات معدنية صغيرة أدت إلى إصابات خطيرة في صفوف المتظاهرين. أحد الأطباء في مستشفى الكندي في العاصمة بغداد تحدث إلى صحيفة العربي الجديد بأن عدد من استقبلهم المستشفى جراء المواجهات بلغ 17 متظاهر حتى الآن، بينهم فتى في 15 من العمر وكان بحالة حرجة، وبعد ذلك استشهد رحمه الله بعد إصابته بشكل مباشر في منطقة الرأس ومنطقة الصدر بكرات حديدية. الجماعة ما شاء الله يعني ما كفاهم لا القنص ولا الخطوف ولا السكاكين، بدأوا سيناريو جديد باستخدام يعني بنادق وأسلحة تستخدم يعني بصيد الحيوانات. معنا اتصال، في اتصال. أبو علاء من كربلاء، تفضل أبو علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ؟ إن شاء الله بخير. حياك الله، يا أهلا بك، تفضل. تحياتنا لك ولقناتكم الشريفة. حياك الله، يا أهلا بك. بالحقيقة أستاذ، يعني الوقاية والإجراءات اللي اتخذوها على مود هذا الوباء، نعم، كانت متأخرة حير يعني. احنا من الاول ناشدناهم وقلنا عبر مواقع التواصل وكل الناس قالت يا بسد الحدود، ترى احنا بلدنا ما به ذيك يعني بالنظام العالي بالوقايه والمناعه والاجهزه الحديثه، هي راح ينتشر عندنا بسرعه، بس ما لبوا هذا الشيء يعني بسرعه. بقت الرحلات مفتوحه، الطائرات والسيارات، الى ان صب المرض وانتشر وصار هذا اللي صار. كل هذا السبب الحكومة. ليش برأيك؟ ليش السبب؟ نعم. ما اتخذوا إجراءات صارمة ضد الرحلات مع وإلى إيران؟ يعني اليوم أكو حديث بأنه الحكومة تمنع الرحلات القادمة من فرنسا ومن إسبانيا. زين، أنت إيران بصفك اللي هي أصبحت بؤرة عالمية لتصدير الفيروس، ما أغلقت الحدود معها بشكل صحيح، ومثل ما قلنا وقلت حضرتك من اليوم الأول، ليش عودة؟ نعم أستاذ، هذا يعني يدل على تواطؤهم وعلى يعني على تبعيتهم لإيران. يعني يحاولون يجاملون إيران على حساب الشعب، يحاولون يجاملوهم يعني على حساب صحة العالم وعلى حساب الشعب، ومثل ما جاملوهم من 2003 الآن على حساب هذا الشعب المظلوم.
اخر شيء واخر ما اللي جانا من ايران اجانا هذا الفيروس وهذا الموت المحتم اللي الله ان شاء الله يخلص العراقيين من عنده وان شاء الله بروسهم بطيح، بروس هذول اللي اذوا العالم، بروس هذول اللي نهبوا العالم، اللي خلوا العالم يوصلون لهذا الحال من الفقر والجوع والتشرف وكل المصايب اللي اجت من وراء هذول. يعني الناس صراحة ولا واحد بيهم يستحق يكون موظف بسيط بهاي الدولة، ما حد يستحق يكون موظف، ما حد عنده خبرة، اجوا هدفهم الوحيد هو النهب والانتقام من هذا الشعب، ما عندهم هدف غير هذا الهدف، النهب والانتقام من هذا الشعب، تقول هذا الشعب هو اللي كان فارضه. نعم. الو؟ السلام عليكم. ابو علاء وياي؟ انقطع الاتصال مع ابو علاء من كربلاء. طبعا يعني اشارت المصادر الطبيه بان هناك حالات الاصابات اللي صارت اليوم في بغداد تم اسعافها من قبل المفارز الطبيه ولم تصل الى المستشفى مفارز طبيه متواجده منذ اليوم الاول للتظاهرات في العراق، متطوعون من قبل مع المتظاهرين يقومون بمعالجه المتظاهرين المصابين. أحد المتظاهرين في ساحة التحرير تحدث إلى صحيفة العربي الجديد وقال بأن المواجهات تجددت بعد تقدم الأمن نحو المتظاهرين وبعض الأفراد من جهاز مكافحة الشغب. يقول أسمعوا المتظاهرين عبارات نابية، حركات غير مؤدبة استفزتهم. أضاف بأن عناصر أمن من خلف الحواجز صاروا يتباهون بوجبات الطعام التي تصل إليهم ظهرا ومساء ويلوحون بها المتظاهرين في تصرف وصفه بغير الإنساني. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد. تفضل أبو الحسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أحييك وأحيي قناتكم المفضلة التي تنقل الحقائق للشعب العراقي. يا أهلا وسهلا بك أخي عمر. احنا نعرف ما بعد 2003 الحكومات اللي تعاقبت هي أصلا حكومات إيرانية، وبالتالي ليس هناك رعاية للشعب العراقي، لأنه نشوف الحكومات المتتالية هي أصلها فيروس الكورونا، هي فعلى الشعب العراقي أن يجتث الحكومة لأن هي الكورونا وهي الفيروس اللي إجا حكم العراق وبالتالي نقل المرض من إيران إلى العراق. الرعاية ما موجودة بعد 2003. احنا نعرف كانت اطباء اخصائيين وكفاءات علمية في العراق تقود العراق من الناحية الصحية والاجتماعية. الكفاءات العلمية والصحية غادرت العراق بسبب تهديد الميليشيات لها وقتل من الاطباء. طبعا مرض الكورونا اساسا هو جاء من ايران وايضا من الصين. مرض الكورونا على القوى الفاعله والوطنيه في العراق والشريفه ان تدعم الثوره الان، ثوره العراق، ثوره تشرين العظيمه في المحافظات الجنوبيه وفي بغداد لاجتثاث مرض الكورونا اللي يتمثل حكومة محمد علاوي أو عادل عبد المهدي. نعم. لأن هم هؤلاء الفيروس جاء لتدمير العراق وقتل الشعب العراقي، وبالتالي علينا أن ندعم الثورة في محافظات الجنوب وأيضا في بغداد في ساحة التحرير. عملية الوقاية. نعم. اجتثاث كل الحكومات اللي جت بعد الاحتلال هي سبب الامراض وسبب الفيروسات اللي دخلت العراق عن طريق ايران، لانه لم تغلق الاجواء الجويه ضد ايران وانما تغلق الاجواء الجويه ضد الدول العربيه، وهذا احنا نعرف انه ايران هي صاحبه القرار في العراق، ولهذه انه الحكومه حكومه ايرانيه فلا يهمها اي مواطن عراقي قد ما يتوفى. نعم. وانما يهمها مصلحه ايران، ايران اللي هي عداها تاريخي وازلي للعرب. نعم. انا اشكرك ابو الحسن من بغداد كان معنا. محمد من هولندا، تفضل محمد.
محمد. اهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لك اخ عمر. حياك الله، يا اهلا بك. اللهم شافي كل مريض. امين. وارحم شهدائنا. امين يا رب. اخ عمر، اكو صحفي طبعا ما تقول اسمه من قنوات يقول اتصلوا بي قالوا لي تحكي فارسي، يا ريت تسال هذول الايرانيين شلون جو شلون طبوا بالكراده. نعم. جاي يزورون امام الكاظم موسى الكاظم. نعم. فيقول سالتهم انت جيتوا شلون طبيتوا؟ قالوا احنا باحه طبينا. من طببكم؟ قال عادي احنا مفتوحه طبينا، دفعنا الاجراءات سويناها وطبينا عادي. وحتى اجهزه اخ عمر كشف الفيروس ما عندهم، او وكأنه ما يعني قله يعني تتعدى بالاسابيع الاجهزه. فالخطه انه شلون الشعب العراقي شور بايران على اساس، فيريدون يدخلون يعني اكثر عدد مصابين بالفيروس على اساس احنا ما شورنا بايران. هي خطه يعني لك اياها بسرعه. زين، فهم هذول جايين يتعبون من عندنا اخ عمر. فان شاء الله الدوره مستمره، احنا ما ياثر بينا فيروسات. يعني وقع تريج ما شاء الله، ثورة زادت، قتلوا من عدة شهداء راحوا زادت، معتقلين زادت، شتى كورونا. إن شاء الله الثورة مستمرة إن شاء الله. وشكرا لك يا حمار. شكرا محمد من هولندا كان معنا. علاوي من بغداد، فضل علاوي. طبعا أطيب وأجمل المساء للإنسان الراقي الطيب أستاذ عمر الوردة مال الله. حياك الله أخي العزيز، الله يحفظك. يا رب إن شاء الله يدوم هاي الطلة السعيدة اللي دائما اللي طل بها علينا على هالوجه البشوش الطيب. الله يسلمك ويحفظك. يا رب إن شاء الله أطلالة سعيدة على الإذاعة وعلى كل مشاهدين ومتابعين إذاعتكم اللي مليانة رقي وتأني وطريق السلامة والاطمئنان عليكم على عوائلكم الكريمة اللي كانت تستقبل الاتصالات يعني بالصورة الصحيحة وعلى التنسيق الإعلام لا. والتصوير. أنا أشكرك. الله يا رب يحفظكم ويخليكم ان شاء الله. هاي الاذاعه ان شاء الله دائما شابخه بزود الناس اللي ترفع ايدها لرب العالمين وتقول ان شاء الله يا رب تحفظكم وتعليكم. اني اشكرك وربي يحفظك. تفضل اخي علاوي. انا طبعا دائما انا مشترك وياكم. نعم. من العظميه علاوي. حياك الله يا اهلا بك استاذ عمر. نعم. الموضوع هنا وذلك، لا اكو رقابه ولا. نعم. اكو شيء اسمه يعني متابعه من الأجهزة الحكومية واللي الصح وزارة الصحة اللي لا عندها ضمير ولا عندها إحساس، يريدون ينقلون المرض على العراقيين، لأنه هم هسه بالعكس العراقيين الثوار والشرفاء النزهاء اللي واقفين يدعون بحقهم بهالليلية وبايتين، هم اتبع هذا الشيء اسمه سبب لهم. فدائما الشيء السبب اللي الله سبحانه وتعالى يجعل هيك ناس حش السامع حش نقول ناس هم بؤرة النفاق وبؤرة الكتل والذبح، هذول الشيء اللي يوقف ويصد بعيونهم هذا الشيء يصبح يعني سبب، ولازم يطببوا لك مرض الكورونا والطبب يطببون الأمراض الخبيثة علينا ويطببون ذاك اليوم يقول لك الجراد ومدري شنو والصراصر والمدري شنو. يعني مين أردي لك يا أستاذ عمر، هي الوضعية تافه وإحنا جاي نعيش ببغداد والله العظيم اختم لك بذات الله جاي نعيش ويوميا نشخط يومنا، ندعي من الله الغفور الرحيم انه يغفر لنا ولكم ولهاي الناس اللي طالعه اللي تدافع على حقوقها الانسانيه. واشكر كل انسان مليان رقي ويحكي بكلام طيب وباحساس، لانه احنا جايين نشاهد احنا وعوائلنا الكريمه. فلا يطلع واحد في يوم من الايام يقول لحد يجيب طاري مقتدى السطل ويجيب طاري الحكيم ومدري منو، ذولا بؤر الفساد، بؤر الفساد وبؤر القتل. والله ان شاء الله على الظالم، الله ان شاء الله على الظالم وان شاء الله يجعل بأسهم بينهم. زين، واتمنى من الله العفو والعافيه لكم ولنا وتصبح على الف خير يا استاذ عمر الورده مال الله. وانت انا اشكرك اخي علاوي من بغداد كان معنا. معنا اتصال احمد من الدنمارك، تفضل احمد. السلام عليكم اخي عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. احييك واحيي القناه الشريفه اللي تطلع لنا معلومات اللي احنا كلش عطشانين لها صراحة. يا اهلا بيك، الله يسلمك. اليوم حبيبي انت عمر، احب نعم. اليوم احكي على قضية الكورونا. اني طبعا مو خبير، لكن اني ابني خبير بهالمادة هذه وبالجامعة وبالمختبرات مالتها ويعرف الامور هذا.
فابني فقدني على الفيروس هذا. نعم. يقول انه هذا الفيروس لما يصيب انسان يصيبه يبقى فتره يسموها فتره الحضانه. نعم. انه انت ما تحس بهالاعراض هذه، يعني مو راسا اليوم انصابت اليوم طلعت عندك درجه الحراره. نعم. لذلك الاجهزه اللي يحطوها على الحدود اللي هي تقيس الحراره فقط. زين، هذه واحده من المشاكل اللي تصير. المشكله الثانيه انه اكو ناس يكونون حاملين للفيروس لكن ما يصابون به. هذا مجرد توزيع يوزع، يعني مثل ساعي بريد يشيله للفيروس ويسافر به، لما يفحصوه يلقون ما عنده درجه حراره راح يجي راح يوزع الفيروس بكل ممنونيه. لذلك البلدان الراقيه والبلدان الاوروبيه واغلب بلدان العالم بدوا يشددون على حدودهم. قاموا مو ياهو كان يقدر، يعني اغلب الناس ولو يشكون به ولو 1% راسا ياخذوه يحجزوه اسبوعين حتى تنتهي فتره الحضانه ويبدون يعرفون اذا هو مصاب بها ولا لا. لكن احنا نفتح الباب على مصراعيه لفلان وعلان، ده يجينا اغا من ايران والله شنو، لانه جاي ده يزور عتبات مقدسه. اهل العتبات المقدسه نفسهم ما يردوا، انا متاكد اهل النجف وكربلاء والكاظمين ما يردون هيك زار، هذا جايب لهم بلاء. حتى بيت الله الناس يطلعون فيديوهات وافلام بيت الله ما يروحون ناس. المسجد النبوي طلعوا لي فيلم شفته البارحه. نعم بالفعل. إيه؟ لذلك هي مو لعبه، هذا الفيروس قتال، يموتون منه ناس. لا شو وقت يصير عندنا وعي نخلي هذول الجراثيم الموجوده عندنا بالمنطقه الخضراء ياخذون قرار انه يسدون الحدود. اليوم سمعت بالرافدين بالاخبار انه انسدت الحدود بيننا وبين ايران ما عدا الحدود البحريه. نعم. ما اعرف بس النوع بالمشكله اللي طلعت اخي احمد انه نعم. جماعه قام يفوتون تهريب للعراق ما شاء الله. ايه يعني ما كفاهم يعني الطيران والمنافذ الحدوديه البريه وغيرها، اليوم ديفوت تهريب. اليوم اكو انباء بكردستان العراق بالتحديد محافظه سليمانيه داخل 500 واحد ما شاء الله. يعني احنا خوفا من انه نتهم بنظريه المؤامره نقول ربما يعني يجون مقصودين مقصود العمليه. استغفر الله، يعني من انه ما نقدر احنا نتهم احد، بس يعني الاسلوب هذا مال يجون مثل الجراد. احنا شنو ذنبنا كشعب؟ شنو ذنبنا نستقبل هيك ناس موبوئين؟ نعم. انا اعتذر على الاطاله. انا اشكرك اخي احمد من الدنمارك. خلونا نقرا رسائل الواتساب. يقول حسين الريسان كشكول من ذي قار، يقول تحيه طيبه لقناه الرافدين صوت الثورة الحر. يقول أيا باه شقد الدنيا دوارة. يقول قبل فترة الذيول كما يقول رجعوا الدوام ونسوا الشهداء ويستهزئون بالمتظاهرين اللي يلبسون كمامات ويقولون متعافين لأن طلعوا ويظاهرون، هسه يطالبون بعطلة ولابسين كمامات وينتقدون الواقع الصحي مع الحكومة. رسالة أخرى من ندى من الدنمارك تقول أستاذ عمر، الجهل وعدم تقدير خطورة المرض واضح جدا، حتى قبل ظهور الفيروس الجديد لا يوجد أي مظهر صحي سواء في مطار بغداد أو المستشفيات العراقية. هكذا النظام الحاكم وصل البلد إلى أدنى المستويات في كل نواحي الحياة وأهمها صحة المواطنين. الحدود ليش مفتوحة لغاية الآن؟ إلى متى هذا التهاون في صحة العراقيين؟ تحياتي ندى من الدنمارك. نعم. زهراء من العمارة تقول السلام عليكم، الشعب من حقه يدافع عن حقه ويريد وطن يعيش به مثل هالعالم العايشة حياتها. إلى متى نبقى بهاي الصورة والحكومة تأكل بحقنا وتنطي لإيران من حقوق الشعب المظلوم؟ كل واحد طلع يدافع عن حقوقه، انقتل انخطف كل شيء صار به، مجرد يريد وطن آمن هو يحكمه، ما تحكم أحزاب طائفية إيرانية. تقول اللهم انصر الثوار على كل ظالم، وتضيف تحياتي لكم. نعم، معنا اتصال من السليمانية، تفضل. هيوة من السليمانية، تفضل هيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
استاذ عمر طبعا احييك انت الله. وقناتك البطله. يا هلا بيك. طبعا احنا العراقيين ما نخاف من الكورونا، هذا شيء معلوم، ولا من اي مرض ما خايفين. بس احزابهم الفاسده يعني هم اللي دا يخوفونا، وانه هيوة انقطع اتصال مع هيوة من السليماني. هي مو مسألة خوف أخي هيوة، ولكن يجب يعني أخذ الاحتياط، ومثل ما حكينا في بداية الحلقة أنه الإجراءات يعني دون المستوى في العراق. طبعا البارحة احنا شفنا صور وشفنا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها الأخبار في نشرات قناة الرافدين وفي قنوات أخرى، كيف أنه الحرم المكي أطهر بقاع الأرض، وكيف أنه المسجد النبوي يخلو من المصلين ويخلو من المعتمرين، وذلك من أجل تعقيم الحرم المكي والحرم المدني في المدينة المنورة من أجل التعقيم. وكذلك السلطات هناك أوقفت منح تأشيرات للمعتمرين كإجراءات احترازية لمنع انتشار هذا الفيروس، لأن الإنسان أهم من هذه الأمور. الإنسان عند الله مكرم، الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم على باقي المخلوقات وعلى باقي كل شيء. فهذا الاحتياط إن كان أنه اليوم يتحدثون، أو شفنا البارحة مثلا أنه مقتدى الصدر واقف عند مرقد الإمام علي عليه السلام، يعني هذا ليس من باب أنه والله أنه مؤامرة على مذهب أو على دين أو على 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 مرقد أو على إمام، أبدا. هذا موضوع، هذا الموضوع يهدد صحة الإنسان. وإحنا اليوم نتحدث أنه يجب التركيز على المنافذ الحدودية والجوية من إيران أو من أي دولة أو حتى أي مسافر، ليس لأنه إحنا والله عندنا مشكلة اليوم سياسية مع إيران وتدخلها وتغولها بالعراق وفتنها اللي جابتها من العام 2003 ولغاية الآن. هاي مسألة إنسان، يعني على سبيل المثال اليوم لو كانت دولة أخرى هي بؤرة مثل الصين أو إيران أو غير دولة، يعني تهدد صحة العراقيين أو تهدد صحة باقي الدول، المفروض أنه تأخذ إجراءات بحق هذا الأمر، وليس الموضوع سياسي. الجماعة ماخذين الموضوع أنه والله يراد ضرب سمعة إيران في العراق وإلى آخره ومنع الزوار. لا، الموضوع موضوع إنساني، الموضوع حتى ندارك الأمر. واليوم احنا عندنا الحالات ارتفعت إلى 38 حالة، وعندنا حالتين وفاة، واحدة ببغداد وواحد في سليمانية. اليوم محافظة كربلاء أعلنت رسميا عن إصابة أحد المواطنين هناك. فالموضوع مو هين يا جماعة الخير، الموضوع يجب أن يؤخذ يعني على قدر كبير من الأهمية. معنا اتصال، اتصال في اتصال. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك، حياك الله، تفضل. كيف حالك أستاذ عمر؟ تفضل أبو فيصل. أهلا، الله يحفظك، كيف حالك؟ حياك الله، يا أهلا بك. تحية لجنابك، وتحية القناة، وتحية الكادر، وتحية للشعب العراقي، وتحية للثوار. حياك الله، يا أهلا بك. كل محافظات العراق. بالنسبة للأستاذ عمر، العراق هو لا يوجد دولة حتى حكومة، بالنسبة للحكومة لا يوجد حكومة بالعراق، هي احزابات تابعة لإيران، ولا 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 يهمها الشعب العراقي، هي تنهب من أموال العراق وتهرب على إيران، تسرق أموال الشعب العراقي، عصابة هم كلهم أذياء إيران، كلهم حطتهم إيران، ولا فيهم واحد يخدم الشعب العراقي، كلهم أعداء، كلهم شاركوا بالحرب العراقية، الحرب اللي فرضتها الخامنئي على العراق المجرم. من الثمانية اللي دمر اقتصاد العراق، فهم كلهم يحاربون ضد العراق، يعني ما فيهم واحد. حتى لو تطرح سؤال على كما واثق البطاط، قالوا لو اندلعت حرب بين العراق وإيران، قالوا أنا حارب ويا إيران، يعني كلهم فاسدين. ولكن الأمل بالشعب العراقي يثيرهم إن شاء الله قريب، نشوفهم يتحاسبون محاسبة شديدة. وتحية لك. حياك الله أبو فيصل من السعودية، كان معنا أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، أنا أشوف البرلمان شنو شغله، رحمة لأهلك. البرلمان ما يجتمع، البرلمان يجتمع ويصدر قرار يقول منع دخول الوافدين من كل الدول اللي فيها مرضى. نعم. محمد الحلبوسي يركض على الشغلات، متى أحد من طلعه بليل أبو حار.
نعم. ما يصير الشكيري غير يتخب قرار برلمان يجمعهم يصوتون يقول يابا دول فيها انفلونزا هالشكل وضعيتها نريد نحد من الدخول للعراق ويصوتون يصوتون يرفعون ايديهم ليش الشغلات هاي كلها يرفضون عليها مال المتقاعدين ركضوا ركضوا عليها القرار يجمعهم الحلبوسه خلي يجمعهم. نعم نعم ابو احمد. أبو أحمد من صلاح الدين كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. قالوا تعالوا اخذوا التوك توك وبعدين لما جابوا التوك توك اخذوا طفر طفر الولد طفر طلع الولد طلع طلع الولد على سيده هذا الولد ابو الاصفر جد غدارين وجنار هذا رجعوا التوك توك رجعوا اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال خميسي من الجزائر. تفضل خميسي. خميسي تسمعني؟ تسمعني؟ هل تسمعني؟ نعم. طبعا الاخ خميسي يعني اصبح من اصدقاء البرنامج ومداوم على اتصالنا. احنا نشكره على هذه المواصله معنا في برنامج صوتكم. ابو محمد من اربيل، تفضل ابو محمد. استاذ عمر مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بك. تحيه لقناه الرافدين البرنامج. حياك الله يا اهلا بك. وتحيه لكافه مشاهدي هذه القناه الجريئه. هلا بك. الف رحمه على ارواح شهداء ثوره تشرين. آمين. والدعاء الكامل لشفاء جرحى هذه الثوره العظيمه. استاذ عمر. نعم. إذا نحكي من الناحية الدينية ربك يمهل ولا يهمل. شوف هاي الميليشيات المجرمة اللي سووا بأبناء العراق الأغرياء شلون يكتلون من عندهم، وشوف ربك إجاب عليهم وباء إجاب عليهم وباء. هذه من الناحية الدينية إذا نحلل. نعم. من الناحية السياسية أسفي أسفي على هؤلاء من يدعون انهم قادة العراق. مع الاسف منو من هؤلاء الوزراء
أخذها من الدفاع والداخلية وما أدري شنو من رئيس الوزراء من رئاسة الجمهورية. منو أخذ موقف على دم واحد شهيد عراقي؟ كل ما يستشهد مئات من هؤلاء العراقيين الأبطال صامتين أذلاء، والله بس واحد منعتهم إذا يحكي يجرون أذنى الإيرانيين. إيران تجر أذنهم، لأنه مع الأسف للسيد مقتدى السطر بلقاء مع أحد القنوات العراقية يقول هذول يرادلهم جرة إذن، بس ينسى أنه بآخر لقاء ويا قاسم سليماني بالقم مدينة قم قاسم سليماني جر إذنه، وقاسم سليماني خبر هذه العاملية قال له مقتدى الصدر بعد ما إلى علاقة بالتظاهرات. وهذا هذول ما نسموهم بقوات الشغر، هذول قوات مكافحة الشعب العراقي، هذول أصحاب القوات الزرق ما أدري شو يسموهم، يستخدموا هذا الاسم. نعم. يكتلون بهالأبطال، هذول ما يهمهم، صدورهم عارية، لا يخافون من هذول ولا يخافون من فيروس كورونا، هذول أكثر من فيروس كورونا. وشكرا ومع السلامة. شكرا أبو محمد من أربيل كان معنا. رسالة يقول فيها: هذه العصابات المتسلطة على العراق وأهله لا تدرك معنى أن الشعب والشعوب من حولهم ينعتهم بالمجرمين والمفسدين ويصرون على ترشيح مجرم منهم. السلطة لم تعد بأيديكم، إنما هي في يد الشعب. سعد من السعودية. رسالة من أبو زكريا يقول فيها: الله يحفظكم ويحفظ العراق، والله العظيم الأحزاب والميليشيات الإيرانية أقوى من فيروس كورونا بمئات المرات وقتلت العراقيين. رسالة يقول فيها: المنافذ مفتوحة مع إيران عكس ما يقولون أنها أغلقت. يقول منفذ زرباطية مفتوح في محافظة واسط، هذا أحد الأشخاص من محافظة واسط يؤكد هذا الشيء. رسالة يقول فيها: أدامكم الله، والله قناتكم من أروع القنوات، تسمعون للمظلومين وقناة ناجحة إن شاء الله. هذه الكلمات تصلكم. شكرا أخي العزيز. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، الله أكبر على السياسيين، إذا ما تقدرون تستغنون عن إيران عوفوا العراق، ليش ما تسدون الحدود مع إيران؟ هيك عندكم رخيص الشعب العراقي، الله ينتقم منكم كما يقول. معنا اتصال. ألو. نعم، حسين من صلاح الدين. تفضل أخي حسين. شوف أستاذ عمر، يا هلا بيك، حياك الله وسهلا بيك. أستاذ والله أنا شوي أريد نحكي عن مود ترى الكلام. نعم أستاذ أخي. إحنا أنا من صلاح الدين سامرة. أي أنا من منطقة الحويش. نعم. والله أستاذ يعني مدمرين، يعني كلنا حرق جوال وناس شرده يعني طلعت من هنا راحت للشمال راحت للخارج من وراهم، يعني قاموا يحطوا بس جن 4 دفاتر 6 دفاتر اللي يطلع. نعم. يعني متى ينظر هالشيء؟ شيء من هم يعني هذا مغزى صدر مستر بالدين، يعني ليش يعني متى ينظر هالشيء احنا؟ نعم أخي حسين انقطع الاتصال مع حسين من صلاح الدين. نستمر بقراءة الرسائل. أنا أعتذر عن قراءة الرسالة الطويلة، أكتفي بقراءة قسم منها. يقول: أحيي قناة الرافدين وكادرها، أحيي مقدم البرنامج، أشكرك أخي العزيز. يقول: هذول الأحزاب كلهم شي يريدون من عندنا، كافي بوك، كافي ذبح وكافي ظلم، الله يأخذ حقنا منهم بالدنيا قبل الآخرة. نعم. رسالة يقول: السلام عليكم، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وابعد عن شعبنا البلاء والوباء، اللهم خلصنا من الثلة الفاسدة التي تعيث في عراقنا فسادا وخرابا، مهما حاولوا أن يفرضوا علينا مرشحين فاسدين فنحن لهم بالمرصاد، ربي يحفظكم. أبو جمال، حياك الله أبو جمال. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، الأحزاب تستقتل لإخراج القوات الأمريكية من العراق للاستفراد بما تبقى من أناس غيورة مطالبة بالسيادة وخروج نفوذ إيران من العراق، إن شاء الله تنتهي الذيول ويبقى العراق حر مستقل.
نعم. نعم معنا اتصال ابو راشد من عمان، تفضل ابو راشد. تحيه لك اخ عمر. حياك الله يا اهلا بك. بالنسبه اذا كان الفيروس طال عمرك اذا هو كان طبيعي يقتل بارتفاع درجه الحراره، وانما اذا كان مصطنع فاعتقد انه ينتشر بدرجه الحراره. فهذا الفيروس مسبباته انقطع اتصال مع ابو راشد من عمان. طبعا اليوم يعني دا اشوف ارقام لانفاق الدول على الفرد من ناحيه المجال الصحي. العراق ياتي في ذيل الدول التي تنفق على الفرد. طبعا احنا هنا اكو نقطه جوهريه، هو اكو صرفيات واكو فلوس بس راحت بمشاريع فاسدة هواية، وإحنا شفنا كثير من المستشفيات على أساس أنه راح تبنى أو بني قسم منها بقت بس هيكل من زمن نور المالكي وأنت جاي لغاية اليوم. المشاريع لم تكتمل، تمام؟ صفقات فساد عالية جدا، يعني إذا نتذكر أنه في زمن وزيرة الصحة عديل حمود عندما تم استيراد يعني أجلكم الله أحذية طبية وكان سعر الواحد 27 دولار وهو يمكن ما يساوي إلى ربع دولار. هذه إحدى الصفقات، صفقات بالمليارات. نرجع إلى التقرير اللي اليوم اللي شفته أنه الأردن ولبنان تنفق على الفرد في المجال الصحي من الناحية الصحية أكثر من العراق بكثير. يعني تقريبا العراق يصرف على الفرد ما يتجاوز 12 دولار بالسنة، بينما الأردن تصرف على الفرد حوالي 17 ولبنان تقريبا 26 دولار. يعني احنا ميزانيتنا تعادل 7 دول عربية، 7 دول عربية ما قدرنا خلال 17 سنة نسوي مستشفيات ونسوي قطاع صحي حقيقي أبدا. يعني الجماعة ما شاء الله باقة وسرقة وكل شيء، يعني كل شيء، حتى حتى الأمور الدينية، إذا عائدات مراقد دينية أو زوار خلوا إيدهم بيها، ما كفاهم فلوس النفط وما كفتهم الصفقات وما كفاهم اللي جاي من برا واللي طالع من العراق، لا دخلوا في كل مجالات الحياة ويسرقون منها مستمرين وغير آبهين ولا دايرين بال. معنا اتصال محمد من الناصرية، تفضل محمد. محمد تسمعني؟ محمد؟ نعم محمد تسمعني؟ طبعا قبل قليل وردنا انه هناك خبر يعني من صحة محافظة كربلاء اكد وفاة امرأة مسنة في محافظة كربلاء بعد اصابتها بفيروس كورونا. واحنا يعني نحذر من الموضوع والأيام الجاية، لأن هو فترة الحضانة 14 يوم، يعني اللي جاي مسافر. وهم نوجه رسالتنا إلى أخوتنا العراقيين، يا أخوتنا يا عزانا أجلوا سفركم، حتى إذا عندك أمر اضطراري أجله، لا تروح الآن إلى هذه البلدان. قللوا السفريات، قللوا التجمعات والطلعات. يعني أنت سافر لإيران بهذا الوقت أو تجي منك، يعني ليش؟ اوكي يجوز راح تقول لي والله انا عندي عمليه. عندك عمليه يا اخي، روح هناك ابقى خلص العمليه وخلص فتره الحضانه وبعدين ارجع. يعني احنا نشوف طوابير طويله مئات الاف مؤلفه. قبل ايام في احد المقاطع اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جايين هربانين منك لان سمعوا اكو فيروس كورونا انتشر بايران ديفوتون للعراق. يعني هم هلا بنفسكم اول شيء، يعني اخذ الحيطه والحذر من اجل نفسك وبعدين فكر باهلك وبالاخرين. معنا اتصال ابو علي، تفضل ابو علي. ابو علي تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك، تفضل. انا أخير. اعتقد القناه الاعلانيه النزيه محايده. نعم محايده، يعني الحياد في عرفه جنابك التعلاني. نعم يعني تنقل الصورة الصحيحة الواضحة بدون طائفية وبدون تجاوز على هذا وذاك.
كل انسان وله خصوصيته، وكل انسان وكل طائفه له مشاعرها. نعم. انتم هاي قناتكم متبنيه يعني تجاوز على السيد، على السيد مقتدى. نعم. السيد مقتدى رمز وطني وانسان مو طائفي. شنو اللي حكينا احنا به؟ لا يا حبيبي انت لا اذكر لي النقطة. لا اذكر لي النقطة. اذكر لي النقطة مو حتى اجي وياك. اذكر لي النقطة. لم اتجاوز على اي شخصية ولا اتجاوز ولا نقبل بالتجاوز على اي شخصية كائن من يكون. احنا ذكرنا بس اسمعني 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 ابو علي اسمعني احنا ذكرنا حالة ذكرنا حالة قلنا الحرم المكي اللي هو اطهر بقاع الارض. تعرف هذا الشيء لو ما تعرفه؟ أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة أغلقت يوم أمس، والحرم المدني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أحسن البشرية أحسن من كل البشرية أغلق. ليش أخي العزيز؟ أخي مو هذا 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 علم هذا هذا علم. هاي مو مال سوالف. هاي مو مال سوالف مال الشارع. هاي مو مال سوالف. ناس أصيبت في كل المكان في كل الأماكن. أخي العزيز أنا أشكرك. يبدو أنه أنت الحديث معك الحديث عقيم. إحنا ذكرنا حالة حذرنا منها ما تجاوزنا على أحد يا جماعة. يعني أنت ألا تصاب أو يتضرر أحد من أصدقائك أو أقربائك أو مواطنيك أو ينتشر الفيروس بالعراق حتى تقتنع بالأمر له شنو؟ أخي ماكو أحد معصوم من المرض، كله بإذن الله عز وجل. ده نقول لك الحرم المكي قفلوه من أجل حماية الإنسان، لأن الإنسان أهم أهم من الأماكن. أخي العزيز أهم من الأماكن، فترة مؤقتة يعقم وأبوك الله يرحمه ماكو مشكلة. أما أنه جاي والله أنت بطائفيتك تدعي بأنه أنت مو طائفي وتتهم الآخرين بالطائفية، لأن الطائفي ينظر إلى كل الناس طائفيين، فهاي مشكلتك أنت مو مشكلتنا. إحنا ده نحذر من أجل صحة الإنسان، من أجل صحة العراقيين. مو جايين والله تاخذنا المشاعر فلان وعلان وزيد وعمر، لا، انت تقدس اشخاص قدس على راحتك، على العين وعلى الراس، نحترم، نتجاوز، لا نتجاوز على احد، ولا نقبل التجاوز على احد، لا تقبلنا ما لم نقل. اخي العزيز، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.